عندنا بزاف الحوايج اللي نقدروا نطلعوا بهم السكر تاعنا، منهم قلنا الماء والسكر، عندنا كاس تاع جو ولا كاس تاع غازوز، يا اما مغرفه تاع ماكله تاع عسل ولا مغرفه ماكله تاع معجون. ودائما العسل ولا المعجون لازم نحلوه في كاس تاع ماء، يعني باش نسرعوا سرعه تاع الامتصاص تاع السكر اللي فيه. اذا كنت برا في الخارج ودرت ايبوغليسيمي، لا سيبرات الاولى اللي قدامي راح ندخل نشري ان جو، هذوك المكعبات تاع لي جو تاع 20 سنتيليتر راح يكون يكفيه بالنسبة للإنسان راشد. ولكن بالنسبة للأطفال هذا الشيء ثاني لازم ناخذه بعين الاعتبار، أنه 20 سنتيليتر بزاف عليه، لازم نديروا له 10 سنتيليتر برك، يعني نص كاس تاع جو ولا نص كاس تاع غازوز ولا نص المكعبات هذوك تاع لو جو. تاع الجو هذيك ياخذ وحده صغيره، وحده صغيره ماشي يطلع باش يطلع لا غليسيمي تاعو. ولكن الحاجه اللي لازم نركز عليها ونعاود هي عمليه القياس، لانه ما نقدروش نعرف روحي وراني رايح اسكو راه طلع بزاف ولا راه هابط بزاف لو كان ما نقيسش السكر تاعي، لانه هذه عمليه مهمه جدا، سواء نهار يجيني لو مالاز هذاك تاع ليبوغليسيمي ولا من بعد، باش نعرف روحي لا فيدروت تاعي نحطها اسكو راني خرجت من المرحله تاع الخطر ولا لا. تخبي